بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسن الجميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم.